البرازيلي انه ارنب الحقيقه استطاع انه يخترق ملعب المباراة. واضح ان هو عايش في احد الجحور هناك وبيتغذى على اعشاب الملعب، وتحديدا زي ما احنا شايفين راح ناحية الجون، يعني هو نشن في المكان الصح. لكن طبعا عدسات الكاميرا كلها ثابت الدوري البرازيلي وصورت هذا الارنب اللي بيصول ويجول في الملعب دون اي خوف من اللاعبين او من الكرة او ان حد يصطاده حتى وياكله. طبعا هذه المباراة كانت ما بين الفريقين أتلتيكو بارانينسي ثالث الدوري البرازيلي وفريق أوبيراريو، وانتهت بالتعادل الإيجابي لكل منهما بعد ما أثار الأرنب ضحكات المتفرجين في مدرجات الاستاد. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من أخبار نت، بنرجو أن جميع فقراتها تكون نالت إعجابكم واستحسانكم، وبنذكركم قبل ما نختم الحلقة بمواقع التواصل الخاصة بينا على الإنترنت، وبنرحب من خلالها بمشاركاتكم واقتراحاتكم المختلفة. أشكركم مرة تانية على حسن المتابعة ونلقاكم في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من أخبار نت، ولكم تحيات أسرة فريق العمل. إلى اللقاء.